طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض شرح برنامج كويك بوكس. وصلنا احنا سجلنا اول نوع من انواع المخزون عندنا، ده هو النوع سيرفيس. عندنا دراي كليننج اللي هو تنظيف الجاف، وعندنا النوع سيرفيس، والاكونت او الحساب اللي بيترحل عليه اسمه حساب الانفنتوري، حساب المخزون، والسعر 200 جنيه. طيب نختار النوع الثاني اللي هو ايتم من قائمه نيو، نختار نون انفنتوري بارت. عندنا اللي هو نون انفنتوري اللي هو مخزون غير مكود او ليس له ارقام مسلسله فمسجله. عندنا طبعا حاجه ثابته معانا اللي هو اسم المخزون، اكيد لازم ان يكون ليه اسم. فهنسجل مثلا اول حاجه عندنا هارد كمبيوتر، سمي هارد. طيب هنا لو هو طبعا الهارد ده فرع من مخزون رئيسي، لو في مخزون رئيسي هو تابع ليه بنسجله، لكن هو قائم بحد ذاته ماليش اي قائم رئيسيه او اي حاجه ثابته هو تابع ليها فبنسيبه زي ما هو. عندنا هنا جايب خانه جديده او فيلد جديد، حقل جديد موجود مانوفاكتورز بارت نمبر. في بعض المصانع بتكون ليها اقسام، قسم واحد مسؤول عن تصنيع الهاردات، قسم اتنين مسؤول عن تصنيع الكيبورد، وقسم ثلاثه مسؤول عن تصنيع الماوس. فطبعا عندنا هنا فكل بارت او كل فرع ليه رقم، فمثلا نختار نكتب هنا رقم واحد، يبقى الفرع رقم واحد هو المسؤول عن تصنيع الهاردات. عندنا البرايس مثلا سعر الهارد 500 جنيه، ونختار الاكونت اللي هو التابع دي، اكتب حرف الاي يظهر لنا الانفنتوري لانه كل ده مخزون عندي بسجله، واقول اوكي. احنا كده سجلنا اول نوعين، النوع الاول خدمه، والنوع الثاني اللي هو مخزون غير مكود او غير مسلسل بارقام ثابته. اختار النوع الثالث ونشوف هيظهر لنا ايه. عندنا النوع الثالث اللي هو اذر تشارج، يعني اذر تشارج اللي هو في مصاريف اخرى. طبعا اخفينا الجزء الخاص بالديبارتمنت او الفرع الخاص بالتصنيع، لكن ساب ايه الاسم. الاسم طبعا اكتب مثلا ايه، اكتب سكرين شاشه. هنا طبعا الفرع الرئيسي او القائمه الرئيسيه. طيب اذر الشارج اللي هو هضيف مصاريف اخرى بالاضافه الى مصاريف او تكلفه شراء المخزون، في مصاريف اخرى هضيفها على ثمن المخزون مباشره. ممكن اضيفها كاماونت كرقم ثابت، وممكن اضيفها كنسبه في نسبه مئويه. اماونت مثلا 50 جنيه، 100 جنيه رقم، لكن نسبة مئوية 2% 3% على حسب. مثلا فهضيف هنا اقول شاشة ب 250 ومصاريف 50 يبقى 300 جنيه مرة واحدة مباشرة. واجي هنا واكتب طبعا الحساب بتاعنا الانفنتوري ان انا متعود ارحل عليه، واقول اوكي. احنا كده سجلنا السيرفيس والانفنتوري وقدر تشارج، اقول ايتم ونيو. عندنا ايه تاني اللي هو سب توتال. سب توتال اللي هو وضع اجمالي الفاتورة، اجمالي الفاتورة. طبعا هنا المصطلح اجمالي الفاتورة لكن بيطلب مني اسم المخزون بس. طب السعر فين، الارقام فين، والكلام ده طبعا ده بيطلع في الفاتورة على طول، بيبقى ترحل او الحسابات كلها في الفاتورة. طبعا اكتب بس ما عليا ان انا اكتب اسم المخزون وخلاص، نوعه واسمه. فهنكتب هنا اسم المخزون نخليه ماوس. طبعا لو في اي ديسكريبشن بكتبه هنا واقول اوكي. طيب بعد كده اقول ايتم ونيو، اخترنا 1 2 3 4، يبقى عندنا جروب. الجروب لو هنشئ مجموعات، عمال اقول من بدري لو في مخزون رئيسي ده فرع ليه، مخزون رئيسي فرع ليه، جه بقى هنا المخزون الرئيسي نفسه، فهكتب هنا المخزون الرئيسي كمبيوتر، كمبيوتر. طيب هنا اي وصفه او اي ملاحظات اي نوتس، فانا هكتب ايه الفروع بقى. هنا الفروع عندنا دراي كليننج فرع، لا مش فرع من فروع كومبيوتر، الهارد فرع. طيب ايه تاني فرع عندنا، السكرين فرع. عندنا ايه تاني، عندنا الماوس فرع. يبقى دي فروع من المخزون الرئيسي اللي هو جروب اللي هو اسمه كمبيوتر. في كميات، في كميات، عندنا مثلا 5 هارد، عندنا سكرين 3، وهكذا. ابدا اسجل
المخزون الرئيسي هنا والفروع التابعة لي، وأقول أوكي. المخزون اللي بعد كده أو اللي معانا النهاردة اللي هو ديسكاونت. ديسكاونت من اسمه واضح جدا ان هو خصم، وجود خصم على المخزون، على المخزون. او اختار ديسكاونت، او المختار ديسكاونت، الاسم. فاختار اي حاجة تاني. عندنا مثلا اي نوع من المخزون، فنفترض ان احنا هنكتب كاميرا، كاميرا اللي هي كاميرا النت او كاميرا كمبيوتر. طبعا لو هي افتح كده واختار مثلا، طبعا لو قلت اد نيو هيضيف لي جروب تاني او مخزون رئيسي تاني. طبعا نفس الفكرة اللي فاتت، هعمل خصم. خصم كام؟ هي مثلا ب 25 جنيه، فاعمل خصم 5، اقول 20 على طول حسابات مباشرة كده، واقول اي اللي هو انفنتوري واختار النوع. بعد كده اقول اوكي. المخزون اللي معانا بعد كده اللي هو النيو ايتم، اللي هو البيمنت. بيمنت لو انا هحدد طريقة الدفع، برضه بيمنت طلب مني اسم المخزون. عندنا ايه تاني ممكن من ادوات الكمبيوتر؟ عندنا سيدي روم. سيدي روم مثلا اللي هو رايتر الاسطوانات او غيره. هنا بقى حدد لك ايه بيمنت، قال لك البي ميثود طريقة الدفع، هتدفع ازاي، كاش ولا شيكات ولا امريكان اكسبريس ولا ديسكفر ولا ماستر كارد ولا فيزا ولا حاجات، اختيارات كتير جدا. اقول كاش. اما انت قلت كاش خلاص كده انت خلصت، سجلت النوع والاسم وطريقه الدفع، دي المطلوب منك، دي البيانات اللي اعطاها لك. طبعا الديسكريبشن اي وصف تكتبه، مش ما ربطك بحاجه، اي بيانات انت عاوز ملاحظه تكتبها، واقول اوكي. كده احنا تعرضنا بالنسبه لي انواع المخزون اللي معانا وازاي نسجله. هنلاحظ مع بعض ان هو الاختلاف بينهم بسيط، يعني حتى هو من المصطلح جايب لك اللي فيه ديسكاونت عامل لك سالب، واللي فيه بيمنت قال لك طريقة الدفع، والسيرفيس والانفنتوري والاذر الشارج كله متشابه ببعض. ف يعني هو كله عملية داتا انتري، يعني ادخال بيانات، مفيش جديد، مجرد ما تأقلمت وتشوف نوع المخزون المناسب لشركتك وتشتغل فيه. وان شاء الله العملية تكون سهلة مع الكل بإذن الله. طيب انا كده خلاص سجلت، احفظ ازاي؟ اهو خلاص اتحفظ، خلاص كده تم الحفظ، يعني اقفل منها على طول. من الاكس على طول، يعني ما حدش يستغرب ان ما فيش كلمه سيف او اوكي زي البيتش تري، لا اقول سيف على طول. كده خلاص كده اتحفظ. طيب احنا كده خدنا من قائمه ليستس، خدنا شارت في اكونتس، خدنا الايتم ليست. ايه تاني ممكن مهم؟ البرايس ليفل. يعني ايه برايس ليفل؟ البرايس ليفل هو مستوى الاسعار، مستوى الاسعار اللي هو يا اما مكسب يا اما مثلا خصم يعني او خساره. انكريز اور ديكريز، انكريز يعني زياده، ديكريز يعني تقليل. طيب انكريز بنسبه مئويه، هزود بنسبه مئويه. انا جبت المخزون بقى كلفني 1000 جنيه، هكسب فيه 2%، او جبت المخزون ففضل معايا شهر ما اتباعش مثلا، لما يتم البيع خلال شهر، فهعمل تخفيض 1%. فلو هعمل زياده انكريز، لو هعمل تخفيض ديكريز، هعمل كذا مستوى اسعار، كذا برايس ليفل بالانكريز او ديكريز. ولما اجي ان شاء الله لا اسجل الفاتوره، بيقول لك انت هتبيع ازاي، هتبيع بالتكلفه الاساسيه ولا هتبيع بزياده ولا هتبيع بتخفيض، كل ده بيظهر في الفاتوره معانا ان شاء الله. لكن انت بتعمل قاعده البيانات اللي تمشي عليها. طبعا ما عندناش خالص، فنبدا نقول برايس ليفل. عندنا نيو، لاحظ ان كل القوائم اللي ظهرت لنا او كل الشات اللي ظهرت لنا شبه بعضها، سواء الشارت اكونت سواء الايتم ليست او البرايس ليفل، كل نفس الفكره والمصطلح اللي احنا عايزينه موجود هنا على الشمال. طيب بقول لك هنا البرايس ليفل نيم، اسم مستوى الاسعار. انا ممكن اسميه باسم، ممكن اسميه باسم، اقول ايه هو هنا اوتوماتيك مختار فيكسد 100%. يعني ايه؟ اختار زياده بنسبه مئويه او تخفيض بنسبه مئويه. طيب عشان في طريقه ثانيه اسمها الاماونت، هكسب 50 جنيه او هكسب 100 جنيه او هخفض 50 جنيه، ارقام مش نسب، ارقام مباشره. طيب ديكريز، في هنا انكريز وفي ديكريز. لو انا هزود انكريز، لو انا هخفض ديكريز. اقول مثلا انكريز الاول، وقت اروح كاتب النسبه هنا كده كام مثلا، 2%، هكسب 2%، واقول اوكي. ادي اول مستوى اسعار عندنا. طيب مستوى الاسعار الثاني برايس ليفل او النيو،
اسمه مثلا بي، اقول ديكريز بقى، خليه ديكريز، تخفيض، تخفيض بنسبة كام؟ اقول 1.5%، واقول اوكي. يبقى انا كده عملت 2 مستويات اسعار، الانكريز مش جايب جنبي اي حاجة خالص، لكن ديكريز اللي هو التخفيض جايب سالب، عشان اوضح لك الفرق بين انكريز وديكريز. طيب احنا كده عملنا 2 مستويات اسعار البرايس ليفل، خلاص. يبقى احنا كده عرفنا من قائمة ليستس، اقفل من هنا كده، ومن قائمة ليستس عرفنا الشارت في اكونت، عرفنا الايتم ليست، عرفنا البرايس ليفل. ده المهم جدا والاسف شغلك بالنسبة لقائمة ليستس، هو بالنسبة للبداية لشغلك. طب ايه اللي بعد كده؟ عندنا مثلا عندنا اليومية. اليومية اجيبها ازاي؟ من قائمة كومباني. كومباني عندنا في شارت اكونت تاني، ايه الفرق بينه وبين اللي فات؟ مفيش فرق، هي بس هو بيديك اوبشنات بس، اختيارات تانية. كومباني ايه فيها؟ الشارت اوف اكونتس، شجرة الحسابات. فيها كمان حاجة مهمة، فيها كومباني انفورميشن. في شارت اوف اكونتس وفي كومباني انفورميشن. كومباني انفورميشن يعني بيانات الشركة اللي انا قمت بدخلها، شركة دبليو دبليو ار، والنوع والاسم والعناوين وبداية السنة المالية. ممكن اغير الحاجات دي في اي وقت واقول اوكي. طيب نشوف ازاي اليومية، الجنرال جورنال انتريز. هنشوف ان شاء الله اليومية تمشي ازاي، تسجيل المدير وتسجيل الدائن، وازاي اكتب الوصف القيد نفسه من حساب كذا الى حساب كذا، وشجرة الحسابات ازاي هتفيدنا في تسجيل اليومية ان شاء الله، بإذن الله.